من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض. استطلع منك حال الناس محمد، وما الذي يجري الآن من غارات إسرائيلية فيما إذا كان هناك جديد؟ نعم، استهدافات إسرائيلية لعدد من المناطق المختلفة في قطاع غزة. أول هذه الغارات أو آخر هذه الغارات كانت في شمال قطاع غزة قبل قليل، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على منزل إلى الشرق من مخيم جباليا. هذا المنزل مخلى من سكانه، لكن تم تدمير المنزل بشكل كامل وأضرار كبيرة في المنازل المجاورة. أضف إلى ذلك فإن الدبابات الإسرائيلية تقوم في هذه اللحظات بإطلاق قذائفها في محيط المستشفى الأندونيسي، تحديدا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، حيث تقوم هذه الدبابات بفرض حصار عسكري على كل بوابات المستشفى، وهي تقوم بعملية إطلاق نار على كل من يحاول التحرك في بوابة المستشفى أو الاقتراب من النوافذ، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والضحايا. هذه الإصابات هي تتواجد داخل مستشفى الأندونيسي، والطواقم الطبية الموجودة والمحاصرة تقوم بالتعامل مع هذه الحالات التي تتمكن من إدخالها إلى قسم الطوارئ، لأن كل من يتحرك في هذه المستشفى يتم إطلاق النار عليه من قبل القناصة التي تتمركز على البنايات المحيطة لهذا المشفى. أودي الإشارة هنا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف في ساعات الصباح مدرسة مجاورة إلى المستشفى الأندونيسي، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والإصابات. هذا الأمر أدى إلى إخلاء كل المدارس المحيطة في تلك المنطقة، وذلك تخوفا وتحسبا من قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف هذه المدارس مجددا، الأمر الذي أدى إلى إحداث حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين تحديدا في المناطق الشمالية لقطاع غزة. نتحدث عن محور جباليا ومخيم الشاطئ ومنطقة الإتوام والكرامة. هذه المحاور تتعرض بين الفينة والأخرى لقصف عنيف من قبل الطائرات الحربية، وفي المقابل الفصائل الفلسطينية تقوم بعملية صد هذه الآليات وإطلاق للقذائف المحمولة على الكتف، حيث قامت الفصائل الفلسطينية قبل قليل باستهداف آلية عسكرية إلى الغرب من بلدة بيت لاهيا تحديدا في منطقة العطاطرة. تحاول هذه الآليات التقدم إلى منطقة بيت لاهيا من الناحية الغربية، لكن الفصائل الفلسطينية اشتبكت مع الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة واستهدفت آلية عسكرية كانت تقل بعض الجنود الإسرائيليين المتوجهين إلى منطقة الصفطاوي ومحور مخيم جباليا. هذه هي صورة الوضع في شمال قطاع غزة. في جنوب قطاع غزة تقوم المدفعية الإسرائيلية بين الفينة والأخرى بقصف الأهداف المدنية وأيضا أراضي زراعية تحديدا في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس. نتحدث عن بلدتي خزاعة وبني سهيلة، وهي مناطق تتعرض إلى القصف منذ بدء الحرب على قطاع غزة، لذلك ساكني هذه المنطقة نزحوا إلى وسط مدينة خان يونس، حيث مستشفى ناصر والمدارس التي تتبع لأونروا والتي تكدست بأعداد المواطنين الذين نزحوا من مناطق شمال وجنوب محافظة خان يونس، وهي المناطق التي تتعرض دوما لقصف إسرائيلي من قبل المدفعية الإسرائيلية. وسكان تلك المناطق يعرفون طريقهم في كل حرب على قطاع غزة وينزحوا إلى المدارس المجاورة لمستشفى ناصر وسط ظروف إنسانية وظروف صحية صعبة جدا للغاية بسبب وجود مرضى وأطفال وكبار في السن، وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يتم نقلهم عبر عربات إلى المدارس التي بداخلها نازحين. نعم، شكرا جزيلا لك محمد عوض مراسل الحدث، كنت معي من خان يونس على كل هذه التفاصيل. شكرا يا محمد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.